مرحبا، أنا غيدا مجذوب، واليوم بصيرني أعرفكم على أشخاص شباب وصبايا هن استلموا وورثوا مصلحة كتير مهمة من أهلهم وقدروا يأسسوا فعلاً من خلالها اسم كتير كبير وبقيوا بكندا، وهو أفران أندلس. اليوم معي مديرة الإنتاج وأيضاً مدير المبيعات وهن إخوة مع بعضهم، معي باسكال وإلي شعيب. باسكال وإلي، مساء الخير. مساء الخير. واليوم أنا كتير سعيدة فعلاً أنه موجودة معكم، لأنه مبسوطة أنه عم سلط الضوء على كل الأشخاص اللي قدروا ينجحوا. يعني مش بس عم نحكي نحن أنه سنوات واحد طويلة لحتى يعمل نجاح، إنما أيضاً أوقات صعب لما ياخد مسؤولية وحمل كتير كبير من العائلة، صعب يقدر يقوم فيها ويخليها بهالمستوى المهم اللي بعده موجود عليه اسم أندلس. باسكال، بدي بلش معك أنا بالأول. أنتوا خلقتوا بلبنان بس تركتوا لبنان بعمر كتير صغير، بخلينا نخبر الناس لحتى نعرفهم أكتر. يعني أنتوا جيتوا من عائلة شعيب اللي بيعرفوا كل الناس، صاروا بس واحد يقول عائلة شعيب بيعرف مطاعم سوبر ماركت أدونيس وغيرها، إنما بس تبلشتوا من البداية وكيف تركتوا لبنان؟ نحن تركنا لبنان ب 1990 مع أهلي. أكيد بفتكر وقتها كانت آخر الحرب تبع لاغار سيفيل وليبان، دونك تركنا وعمومي كانوا ديجا عايشين بمونريال. جينا لهون وكنا كتير صغار، أنا كان عمري 6 سنين وإلي 5 سنين وخي الثاني عمره سنة، دونك جينا كتير صغار. وبلش البابا فتح فرن كتير صغير مع أساس بس يبلش يعمل شوية نقيش زعتر جبنة، كان يشتغل هو مع 5 أشخاص، ومع السنين كبر وصار يوظف أكتر ناس وصار الإنتاج يكبر كمان معه، ولا من 10 سنين نقلنا على المكان اللي هلأ نحنا فيه. وهون يعني أندلس من بعدها أنتو كبرتوا مع الوالد عم يشتغل بهالمصلحة، وكبرتوا لحتى وصلتوا أنتو تتسلموا هالمصلحة، وللأسف الشديد حتى خاصة صار المسؤولية كلها عليكم من بعد رحيل الوالد من 5 سنين تقريبا. مزبوط. يعني هون كمان كيف قدرتوا تكبروا وتحسوا حالكم انه خلص في ناس مثلا بيكون عندهم مصلحه بيقولوا ما بدنا نفوت فيها نحن، يعني ما بدنا نكفي اولادنا يكفوا فيها، انتوا لا مشيتوا معه وثلاثتكم فتوا بالمصلحه. مزبوط. دونك نحن قبل ما يتوفى البابا انا وإلي كنا عم نشتغل معه ديجا، إلي كان صار له يمكن 8 سنين عم يشتغل معه، انا خلصت جامعه وكمان جيت. كان بدنا نشتغل من نحن وصغار نشتغل مع البابا بالمصلحة. دونك وقتها توفت ديجا كنا بنعرف الشغل، بنعرف الزباين، بنعرف الفونيسيرية اللي بنشتغل معهم، وكملنا بهذا الطريق. فإذا هون بدي أحكي معك أنت الجانب التقني أكثر، يعني هون عم تقول لباسكال إنه بس لفتوا بالمصلحة كانت أوريدي هي تعلمت منك كمان أشياء، لأنه أنت كنت خلص بلشت مع الوالد تفوت بهذا الموضوع وتستلم. وهون عم نقول إنه مش سهلة، لأنه في كثير أشخاص كثير أهل بيقولوا نحن ما بدنا أولادنا يفوتوا معنا بنفس الشغل، لا بدنا إياهم يروحوا بمجال ثاني، أو حتى في أولاد نفسهم بيقولوا نحن ما بدنا نكفي. صح. يعني أنتم كيف كان عندكم هالحماس تكفوا معه وتستلموا هالمهنة وتكفوا لحتى تكبروها لهالأفران؟ الحماس إجا من عندنا، هو انه هو اللي حمسنا نشتغل معه ويعلمنا اللي هو تعلمه. والحماس الثاني هو وقت نشوف الزباين وقت بيجوا لعنا هذا بيكونوا مبسوطين بالاكل عم بياكلوه، هذا بيبسطنا لنا كلنا وقت بنكون مع بعضنا بنشوفه انه الزباين بيحكوا معنا بيقولوا لنا الاكل كثير طيب، بيقولوا لنا في ناس بيقولوا بالانجليزي it's a gold mine، يعني تبع شو تبع الذهب، منجم ذهب. مزبوط. كثير ناس حول كلمات من بيبسطونا كثير. صحيح. فهذا شجعنا انه نكفي ونعمل ونكبر الشركه كمان. طب هون يعني كمان بالنسبه لموضوع مساعده لبنان، يعني انا هون بقول دائما المغترب اللي بيترك لبنان بيتركه مزبوط بقلبه، بس هون كمان انتم عم بتساعدوه بشكل دائم. صح. لانه عم تبعتوا كل الوقت هالمساعدات بشكل انه عم تستوردوا يعني كل شيء من لبنان، يعني البضاعه لما فوت واحد على افران اندلس بحس حاله فايت على لبنان كانه قاعد بفرن بلبنان. صح. وهذا الشيء هون عم بيخلي لبنان موجود بكندا داخل الافران تبعيتكم، قديش هذا الشيء فعلا عم جربوا تخلوه موجود يوميا بالاكل الجاهز وبالاكل كمان اللي بيوصل من برا؟ هيدا اهم نقطه، هيدي كل الناس بيجوا عندنا يحسوا حالهم انهم بلبنان. يعني اذا بنروح من البونجو لثلاث خمسات للنوبه كل هالبضاعه اللي عندنا اياها بتجي من لبنان، سو هالسعاده للبنان اكيد. كل الناس بحبوا يجي ياكلوا هالبضاعة. في غير مكانات، هاتني ان شاء الله جيك احكوا. في ثاني شيء غير مكانات، كل شيء اكل عربي، كل المكان كله من لبنان. يعني عم نشتري كل شيء بنجيبه من هونيك، وكل المكانات جديد، يعني كل سنتين ثلاثة في مكان جديد بنجيبه من تحت.
من هيك طريقتنا نحن نقدر نساعد لبنان. يعني هون عم بتضلك كل وقت عم بتتابعوا بهذا الموضوع، ان كان بالقصص المعلبه والجيه خالصه صح، وان كان بالاشياء حتى اللي عم تطبخوها هون، لانه المكانات مثل ما عم بتقول عم بتكون اللي عم بتحضر الطبخ نفسه عم بتكون كمان موجوده كل مكان من خبز من لبنان، البقلاويات اللي بتستف الخبز كلهم هذا من لبنان، كله من لبنان. وحتى تقريبا ثلاث ارباع الموظفين تبعولكم كلهم لبنانيين 100%. وهون طب كمان لما بتشوفوا قديش انه مش عم بيفوتوا لعندكم بس مش بس لبنانيين، بتشوفوا كل الاجانب يعني الكندية والأجانب عم بفوتوا لعندكم حتى كمان يشعروا نفسهم بلبنان، لأنه في نكهة كتير مهمة هي اسمها المطبخ اللبناني. صح، أطيب أكل. عن جد أطيب أكل. هون فإذا كنا عم نحكي أنه عن جد واحد بفوت بحس حاله بلبنان بقلب الأفران، بس كمان قصة المطبخ اللبناني يعني ثقافة بحد ذاتها. لبنان كل عمره معروف أنه بلد الضيافة والسياحة والأكل الطيب، وين ما واحد بيروح إذا وصل لبناني حتى على آخر مكان بالعالم بيقولوا له بدنا نكرمك ناخدك على مطعم لبناني. بقديش هيدا فعلاً بيعطيكم مسؤولية، يعني بتحسوا حالكم وان بدكم دلكم رسمين هالصورة البيضة والمشرقة للبنان من خلال الأكل الطيب تبعكم. مزبوط، هيك نحن عم نعمل الكونيكسيون بين لا كولتور لبنانيز و لا كولتور كنديان كيبيكواز كنا ايسي. دونك نحن نبسط كتير انه فينا نفرجي هيدا الصورة، صورة لبنان مع الاكل اللبناني والطبخ اللبناني للكندي. دونك هون كتير بيحبوا هيدا الاكل، كتير اكل صحي، في كتير بياكلوا فيجيتاريان، في عنا كتير نعمل اكل فيجيتاريان. دونك هذا الشيء نحن فخورين فيه انه عندنا هذا المجال. وهون كمان يعني مثل ما عم نقول انه لانه المطبخ اللبناني كمان كثير متنوع، يعني مثل ما قلت حتى الاشخاص اللي هن عندهم هن اوريدي رايحين بالدايت الفيجيتيريان تبعه بدون ما يعملوا ولا مجهود، اوريدي عندنا الميزه تبعيتنا بتفرض قدامهم اصناف واصناف من دون ما يحسوا حالهم انه بدهم يفكروا شو ممكن ناكل من هالمطعم او هالمطعم. بقى هذا الشيء فعلا كمان بخلي انه كل الناس يجوا وبدون ما يفكروا مرتين انه يقولوا رح نلاقي اللي بدنا اياه عند اندلس. يعني قديش بيكون في اطباق موجوده بتكون لحتى تقدروا تحضروها وتقدروا فعلا تعطون هالخيارات لكل هالناس؟ نحن هون بالاندلس بنوظف تقريبا 200 شخص وكلهم مقسمين بكذا اكيب. دونك عندي اكيب بالمطبخ مع شيفيه، عنا اكيب بيعملوا الحلو، اكيب بيعملوا المنقيش، اكيب بيعملوا الخبز، كلهم فيهم شيفيه جايين من لو موند عرب، دونك لبنانيه وارمن وسوريه ومن من من كل شيء، يعني الاكسبرتيز تبعولهم هي هذا نوع الاكل. بنحب نحن انه منهين حياه الناس، دونك الاكل جاهز بيجوا لعنا بياخذوه لعندهم على البيت، بنعملهم بطريقه مثل كانه معمول ببيت. وبعدين بيكونوا كثير سهلين، يعني بتسهلوا لهم حياتهم مثل ما كنا عم نحكي قبل ما نسجل، يعني لانه عن جد هذا الشيء بيجوا بيقدروا بياخذوا اللي بدهم اياه وخلص بيحطوه على البيت وبصير خلص جاهز، ما بيحسوا حالهم انه عتلانين هم انه بده يتعلموا هالاطباق، انتم خلص جايبين لهم اياهم سهلين لهم حياتهم بهيدي القصه، عم بتامنوا لهم اياهم جاهزين على البيت دغري بيتهنوا بالاكل اللبناني هن قاعدين بقلب بيتهم، ومش بس اللبنانيه والعرب انما ايضا كل الناس بيقدروا يتهنوا بهيدا الشيء. اكيد. فإذا هون لما عم نحكي عن الأكل يعني عم نحكي عن كل شيء طازة. صح. وبس واحد يفوت على أندلس تطلع ريحة طيبة وبيعرف إنه عن جد عم بيكون الأشياء كتير جاهزة وكتير طازة، بس قديش في صعوبة لحتى ينعمل هيك شيء؟ يعني إذا واحد بده يعرف عن نهار بحياة أفران أندلس، شو بيحكي؟ بيحكي كتير قصص. أول شيء في كتير ناس بيمروا بالسيارة من قدام المحل بيشموا من السيارة الريحة برا، في كتير ناس بينزلوا بس حق الريحه من برا بعد ما فاتوا على المحل بيشموا ريحه الكعك. صح، هاي بتساعدنا اول شيء كثير. ثاني شيء الاكل عندنا معمول طازه كل يوم كل شيء، الحمص، المنقيش، السلطات، الشيش طاووق، الشاورما، كله كل يوم معمول. بيقولوا الزبون بياكل بعيونه قبل ما ياكل ببطنه. صح، سو هيدا بيساعد. السر الثاني انه عندنا كثير شواء اوبسيون عندنا بالمحل، يعني الزبون في ياكل منقوشه، بياكل سلطه، بياكل شاورما، بياكل بقلاوة، بياكل بيتي فور، فيه يجي لعنا بياخذ كل شيء وياخذنا على البيت. اكيد في كثير شغل ورا كل هالاساس، يعني مثل ما اختي قالت لنا قبل انه في كثير ديبارتمون كل واحد بيعمل شيء، يعني المنقوشه بتبلش بالمطبخ لانه بيحطوا الميكس بالمطبخ، بس المنقوشه بتنعمل بعدين مع الديبارتمون تبع البولانجري يعني الفرن. صح، يعني بدها في شغل كثير ورا هالاساس. ثاني شيء كثير بدنا نعملها، يعني الخبز، الكعك، البقلاوة، نحن كل يوم بينعمل كل شيء طازه، بتوزع بموريال بكيبك على السوق غير السوبر مارشي، وهن بيبيعوا بضاعتنا بالسوق كمان، وزيت الشيء بعد على امريكا بضاعتنا كمان كثير.
سو بنلاقيك على كل الرفوف دائما اهم شيء كل الرفوف. صحيح، وهذا الشيء هون كمان يعني هذا جزء كثير كبير من شغل اندلس موجود بهالسوبر ماركت كمان الثانيين اللي هي بكندا وبامريكا. 100%. طب هون بدي اختم معك كمان، يعني انتم ربيتوا كل حياتكم بكندا بس كمان قطع فتره مثلا طويله ما نزلتوا فيها على لبنان. صح. وانت رجعت نزلت هذيك السنه يعني 2019 نزلت على لبنان من 5 شهور تقريبا نزلت بهالفتره يعني قبل ما تبلش الثوره بلبنان. صح. بس رجعت رجعت شفت لبنان وخلينا انت بدك تقلنا شو اللي حسيته بلبنان، شو شدك اكثر شيء على هالبلد الجميل؟ اول شيء صار 9 سنين ما كنت نازل. بعد 9 سنين نزلت جمعتين على لبنان. شو كيف بدي اقول love at first sight. يعني نزلت كثير انبسطت. اول شيء بالاكل، يعني نازل ناطر انزل بيعرفوا اخواتي ناطر انزل اكل كنافه تحت. ناطر انزل اكلت 6 كنافه بجمعتين يعني. كثير انبسطت بالاكل اكيد. نشوف العائله، عندي اصحاب كثير، كان عندي اصحاب بالمدرسه هون صاروا تحت، يعني انبسطت اشوفهم وشوف العائله وبس نشم الهواء. معروف في لبنان انه الناس بيحبوا يعيشوا كثير، يعني لانه هون كله ثلج تحت، كله طقس حلو، بيحبوا يعيشوا كثير تحت. سو كثير انبسطت وحابب كثير انزل هلا هالسنه اذا الله راد ان شاء الله. يعني هون بنشوف قديش فعلا انه جيل الشباب حتى اللي ربي هون واللي عاش كل حياته بكندا قديش انغرم بلبنان لما بشوفه. يعني لبنان مع كل الظروف الصعبه اللي عم يقطع فيها هلا متمنى يا رب يرجع يوقف على اجريه ان شاء الله، حتى يرجع إن شاء الله. عن جد يرجع يستقبل هالاشخاص اللي سكنوا برا كل حياتهم يرجعوا على لبنان وقت اللي بدهم ويحسوا حالهم قادرين يضلهم كل الوقت عم بيساعدوا لبنان بطريقه او باخرى. وانتم مثل ما عم نحكي كمان عم تساعدوا لبنان بشكل دائم من خلال استيراد كل البضاعه تبعت لبنان لعندكم. انا كثير بدي اشكركم اليوم على على هالحديث اكيد، لانه كثير بحب كمان عم نركز على قصه انه الاشخاص حتى شو ما كان عمرهم بيقدروا فعلا يحققوا نجاح كبير، ولما يورثون عائلتهم كمان مسؤوليه كبيره بيكونوا على قد الحمل. شكرا كثير باسكال وشكرا كثير الي، يعطيكم الف عافيه. واكيد لحتى تحضروا هاللقاء فيكم تشوفوه على اليوتيوب شانل، واكيد فيكم تحضروا على كل السوشيال ميديا لإلي انا لينكد ان وايضا على الانستغرام وعلى فيسبوك بيج باسمي انا غيدا مجذوب، وانا بشوفكم بلقاءات جديده.